السؤال الأخير، درجة حرارتك 40. عايزة أنتيبيوتك. نقدر نقول إن الحاجة الوحيدة اللي كسرت إنجي هي موت صاحبتها في حادث شيرين المفتي؟ ممكن. حياتي اختلفت بعديها. اختلفت. صاحبتي إنجي. كنتوا قريبين قوي. لا، دي كانت أختي. هي كانت ست بنت جميلة. فظيعة. دي كانت أختي، وكبرنا من واحنا صغيرين لغاية آخر يوم. كانت حاجات كتيرة قوي بالنسبة لي، وكانت أم كويسة قوي، وكانت بنت كويسة، وكانت زوجة كويسة، وكانت صاحبة كويسة. ده فعلاً، ده عمل لي لخبط لي حاجات كتيرة في حياتي، كنت بعتمد عليها في كل حاجة. ففجأة تحسي إنك لوحدك. كانت my best friend. افتقدتيها؟ مش عايزه اتكلم في الموضوع، بليز يا مدام هيناس. الموضوع ده مش عايزه اتكلم فيه. باي حاجه شخصيه قوي، وعارفه بحب احتفظ بيها لنفسي. صحابي بتوع المدرسه عموما هم صحابي لغايه النهارده، واحنا من واحنا صغيرين قوي لغايه النهارده احنا وير فيري فيري كلوز. وهي كنا احنا كده على طول مع بعض. والحادثه دي حتى في مصر كلها يعني حصل، الناس كلها كتبت عنها وقرت عنها، وكان الناس كلها كانوا متضايقين جدا وقتها. وانا من ساعه اللي حصل ده انا مش زي ما انا يعني. طب لو عاوزه توصلي لها رساله دلوقتي تقولي لها ايه؟ ليه يا مدام ايناس كده؟ ليه يا مدام ايناس كده؟ وحشتيني قوي قوي قوي. طب بص للكاميرا. لا، مش عايزه. قولي لمامتها رساله. لا، تطمني. مامتها على طول بكلمها وبطمن على ابنها على طول، وبكلم مامتها على طول. وطنط اماني مامتها ست جميله جدا. انا اصل هم بالنسبه لي زي عيلتي الثانيه يعني، هم كلهم زي عيلتي الثانيه. شيرين هتفضل موجوده في حياتي لغايه ما نتقابل تاني اكيد. نطلع فاصل. نطلع فاصل ومش هنروح للسؤال اللي بعده دلوقتي.